وصلنا دلوقتي لحصة الحساب. المادة اللي بيكرهها باسم وبتكرهها درة، وواضح كمان إن فريقهم ما بيحبهاش قوي. وشكراً وشكراً. وأنت؟ أنا بكره الحساب طبعاً. أنا بكره الحساب. بس أنا قاعد هنا واقف هنا مستريح. يا بختك. مش واقف على خشبة. تعال تعال. بتتسحب من تحتية. أنا عارف إنها صعبة. كل واحد من الفريقين دلوقتي واقف على خشبة بتتسحب بشويش من تحتي. إلا إذا جاوب صح هتقف. لكن لو جاوبوا غلط هيفضلوا يقعوا واحد ورا الثاني. والبقاء البقاء للأشطر في الحساب. لا 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 أنا عايز هدوء في الفصل. اللي هيتكلم يرفع إيده. مين هيتكلم دلوقتي؟ باسم عايز تبدأ أنت الكلام؟ طب شجعونا والله عيب والله عيب واقفين والله عيب واقفين على حافة الهاوية نحن على حافة الهاوية وما حدا عم يشجعنا. هنبدأ بفريق حادي بادي كرومب زبادي شاله وحطه كله على دي فريق ضرة. انت بترجع لورا من دلوقتي يا ماما لسه ما سألتش. السؤال الأول لفريق ضرة. اسمع مش عايزين شوشرة طبعا طبعا زمان. ايوه كده. أول سؤال لفريق ضرة 17 زائد 6 23 23 إجابة صح. لا احنا عايزين اصعب من كده. فريق باسم حط رجلك فوق يا باسم. ما تغشش. 26 زائد 54 26 زائد 54 70 80 مظبوط. فريق ضرة 6 في 7 42 مظبوط. فريق باسم 4 في 9 36 مظبوط. فريق ضرة 76 ناقص 54 76 ناقص 54 31 غلط 22 مظبوط. فريق باسم 76 ناقص 31 76 ناقص 31 الله العظيم. اسرع اسرع 45 مظبوط. فريق ضرة 20 على 2 10 10 فريق باسم 800 على 10 800 على 80 80 مظبوط. فريق ضرة 3 في 9 27 مظبوط. فريق باسم لحظة 5 في 7 ها 5 في 7 مظبوط. فريق ضرة 63 زائد 15 78 مظبوط. فريق باسم 28 زائد 56 الله لا يوفق. وين وين فريق باسم تمت فقدت اول واحد من الفريق. فريق ضرة 65 ناقص 47 65 ناقص 47 يا خرابي يا نهار اسود يا نايل. الحمد لله على السلامة. 65 47 فريق باسم نفس السؤال 65 ناقص 47 65 ناقص 47 غلط 22 غلط 18 إجابة صح. فريق من هنا جت من هنا. فريق ضرة 93 ناقص 45 93 ناقص 48 مظبوط. فريق باسم 17 في 2 سهلة 17 في 2 ايوه 32 34 34 مظبوط. فريق ضرة 18 في 3 18 مظبوط. لا انا مش عم تسحبوا. فريق باسم والله ده احنا عن فريق باسم 18 في 3 18 في 3 32 هو لسه ايه ضرة 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 14 زائد 54 68 مظبوط. باسم 78 زائد 34 يلا ها لسه مكملين 78 زائد 34 78 زائد 34 ان شاء الله هيبقى كويسين. ضرة 88 في 11 88 في 11 تمام
انا لسه هروح خلاص مش عارف اقف كسبنا خلاص ولد لا لا بس ده انت اللي خفتي ده انت اللي خفتي السلام عليكم السلام عليكم انا عندي اعتراض عليه انا انقذت الفريق بالكالكليتر اللي كان شغال هنا ايه اللي حصل؟ كالكليتر لا 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 ابدا كانوا بيغشوا اي تهم تغش لا 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 تكذبي طيب 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 اني رايتكم ثواني 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 على فكره يا جماعه احنا عندنا لجنه تحكيم محترمه يعني ما بنهزرش وما عندناش غش تاتيانا مين اللي كسبان في حصه الحساب يا تاتيانا احنا كسبانين كده كده باسم بما انك خسرت في لك اساس لك بدك تروح تكتب 5 مرات على اللوح انا كسلان ليش خسرت ليش انا هلا خسرت هلا خسرت بهيدا الحصه شو طلعت النتائج عفوا 1-0 شو انا عبال ما يروح باسم عبال ما يروح باسم يعمل العقاب هنروح فاصل ونرجع تاني على طول يلا يلا